عباره عن اذا المقام ايش بده يكون؟ ان زائد تي فاكتوريال. لحظه هلا تتذكروا لما اذا كانت شو؟ هلا اذا كانت انا عندي هون شو؟ انا عندي هون اللي هي تساوي زيرو، تمام؟ هلا لما تكون ان از ايفن ايش اللي بيطلع معي؟ اي نوت، صح ولا لا؟ لما تكون ان اود ايش بيطلع معي؟ اي 1، يعني سيبنا من السالب والموجب، هلا خلينا هو في اي 1 وفي اي نوت. لما تكون ان اود ايش بيطلع معي؟ اي 1، صح؟ لما تكون ان تساوي وتكون ان ايفن ايش بيطلع معي؟ اي نوت، تمام؟ وبالتالي انا مضطر افصل الاي ان عندي لحالتين، مره لما تكون ان از اود مرة تكون هي ان اس ايفن. معناته انا اي ان مضطر ان انا افصلها بشو؟ مره لما ان اود ايفن، مره لما ان اس اود. لما كانت ان اس اود، هلا في الحالتين ايش عندي انا؟ في الحالتين عندي في المقام ان زائد 2 فاكتوريال، هو نفس الحكي، ان زائد 2 فاكتوريال، تمام؟ طيب هلا لما تكون ان از ايفن ايش اللي بستخدمه؟ اي نوت، صح؟ اي نوت. ولما تكون ان از اود ايش اللي بستخدمه؟ اي 1. في اخر ملاحظه، مش عارف عندي كمان تقلب في الاشاره، سالب موجب اللي بعده شو راح يطلع؟ لما اعوض ان تساوي 4 شو راح يطلع؟ سالب. نفس الحكي هون، سالب موجب سالب موجب، اذا راح يطلع كمان سالب. فشو راح يكون هون؟ هون مضروبه في، هون مضروبه في سالب 1 قوه، تمام؟ هلا لما كانت ان تساوي 0 طلع معي اللي هو ايش؟ سالب. لما كانت ان تساوي 2 طلع معي سالب، فشو لازم احكي؟ ان زائد 1، ان زائد 1، تمام؟ بس هي لا، هي ما راح تزبط هاي، بتعرفوا ليه؟ لما اعوض 2 راح يطلع 3 وحطها سالب، صح ولا لا؟ اذا هاي مش مضبوطه، فشو لازم احكي؟ ومكتوب عندي بالضبط هيك، مكتوب عندي AK تساوي هاي شوي بتلخبط، ممكن سالب 1 قوة K A نوت على 2 K فاكتوريال، وكاتب عندي هون كمان سالب 1 قوة K في A1 على 2 K بلس 1 فاكتوريال. ايش عامل هو؟ هلا بحكي ايش عامل هون، حاكي انه N تساوي 2 K، هون حاكي انه ان تساوي 2 كي زائد 1، حاكي انه الكي مثلا بتساوي 0 1 2 3. تعالوا نجرب، لما اعوض مثلا كي بتساوي 0، تمام؟ 2 في 0 2. طيب هلا لا 0، لحظه 0 سالب 1 قوه 0 اللي هي 1، تمام؟ طيب 1 في اي نوت، اي نوت على اللي هو 0 فاكتوريال، 0 فاكتوريال 1، تمام؟ فشو راح يطلع معي؟ راح يطلع معي او هي كو هي كي بلش من 1 مش من 0، تمام؟ لما اعوض كي بتساوي 1 يطلع معي هو 2، تمام؟ سالب 1 تربيع 1 1 في اي نوت على 2 فاكتوريال. فاذا هاي مقلب في الاشاره، بس هي انا مش متاكد من المثال هذا، خلينا اتاكد لكم منه وبرجع لكم اياه، انا حاسس في لخبطه. يوسف اصلا انت لما كنت حاطها فوق الشيء اللي كنت حاطه كان بزبط، بس لانه انت عوضت